بس انا عم بطلع هيك بصبوص لحتى ما نشوف حدا يشوفنا. لك يا بيبي؟ ايه حلو نهار ساندي انا وياك بالطبيعه، ما هيك اجنوس؟ Why we didn't go to your house today? My house? Yes. ما حمل تنور ابويا ديك المي. قاعد اليوم ما حلال ولا نهار لاحد يقعد هو والزرمبية امي قاعدين. قال بده قال لي احيط لانه بده يقعد وياها مخها على مخها. Hey, why we didn't go to the hotel if we can't go to your house? Hotel? Eh. اسم الله عليك يا بنت خرم بيك انت، لاني معودة انت من هوتيل لهوتيل. ما شوش بيك تعال هوتيل بده مني قرشين؟ ها ما معي ولا شيء بجيتي، حطيناهم على خلال الليل عم بيركضوا اليوم، وهو اصلا تعال هوتيل بده مني قرشين، على ثلاث مرات رحنا لعنده ما حيدفع له اياهم. هلا ان شاء الله اخر الشهر بس اقبضي معاشك من ست فارس بعطيني اياهم بسكر له تعال هوتيل. ايه عيب هون ولو؟ ما عيب ولا شيء، نهار احد ما في حدا. ما حدا تيجي هون شو ما حدا بتعملي هون؟ ما حدا تيجي لهون، خلص قربي لعندي انا ايش تعطلك بدنا بوسه شو ايش بيك؟ What happened to you حبيبي؟ Something wrong؟ ايه؟ Something wrong to you؟ لا ما في شيء بس اكني مبنج. I think you're going out to another girl. لا ما دغريش. Maybe you don't like me. دغريش علفتي انه ما في شيء؟ ما I don't like you. كيف I don't like you؟ انت حب حياتك ناس شو ايش بيك؟ Why you look like so tired and you don't like me anymore. لا يا عمي انا بحبك وكل شيء بس شو بساوي اذا تبنجت كلنا؟ اكني مبنج ما بحس بشيء. خليني بس دق عباس، خليني دق لعباس. ليه؟ واي؟ خلاص هذا حكي رجال بيناتنا. وين رايحة؟ خلاص حمّلت نورك مشيت بزاءة ولا مشيت زلحفة؟ ساعة الواحد وين هو؟ يلا يا بطة يلا امشي أسرع كل ما بتأخر كل ما مشكلتي عم تتفاقم. أخ أوف ساعة؟ ساعة شو؟ ساعة العبد. شو ساعة؟ لك شو ساعة؟ قلت لي اترك كل شيء من ايدك وتعا وعالآن بورطة طويلة عريضة، جيت دغري 10 دقايق ما صار لي. لك بركي أنا عم بوطة بصير لي شيء. خير شو في هلا؟ خير ما في شيء. شو في؟ ما في شيء. شو هذا؟ شو شبك؟ ليه لابس هيك كلسون عصبي؟ ما اليوم ساندي. وإذا شو خص هيك؟ ساندي يعني بظهر أنا وأجنس. أنتوا مين؟ أنا وأجنس. مرحبا أجنس. ايه شو خير؟ شايف كيف وجهها اصفر وطارتني البوز؟ ليه بارني بوزها هيك؟ شو في هلا شو صاير معها؟ ما انقرا معها مني. ليه؟ في قصة. شو في شو صاير؟ جينا انا وياها لهون على البورة. شو صاير معك خبرني؟ مخروب بيتي يا عباس. لك شو مخروب بيتي؟ اخترب بيتي يا عباس. طب لحظة صغيرة فهمني شو؟ ما انا ما عم بفهم فهمني. عباس شو؟ اكلت سمك. ايه اكلت صبيديج. طيب بطرخ. طيب سلاطعين. ايه مراطبين. فهمت كشاتبين. لك طيب ولا شيء. شو ولا شيء ما عم بفهم؟ وقفت المكان عباس. سيارة تعطلت العربية؟ السيارة العربية؟ انه عم بتنكت؟ لك ما عم نكت بس ما عم بفهم عليك. المكنة يا عباس يعليك هاي المكنة؟ وقفت المكنة تعطلت المكنة يا عباس. ايه طيب عاد ولا شيء. طيب. اكني مبنج. انك شو؟ اكني مبنج. طيب لحظة وانا شو جايبني اعمل هون؟ واذا انت حسيت بشيء هو حس بشيء. طيب حاش تحكي ما تفوتي لي بهذا. انا شو انا ما زال هيدي المكنة وما المكنة شو لي انا بهالقصة كلها؟ شو لك بهالقصة؟ ايه عباس؟ نعم. حبوب هيدا الزرقاء الملونة. الشرش الزلوع. خلاص كل شيء ما نفع. راحت جلموقة وفلتانة. حطت ايدك لحظة فريد غرمولي وما قالها عاصي. فريد ما تحكي هالحكيات. ها أنا طيب شو مطلوب مني؟ شو فيي أعمل يعني؟ إلا بركة بتجي بتحل لنا القصة. كيف بحل لك إياها؟ بركة بتحط ايدك معنا. لب شو بدي احط ايدي معك؟ انت كمان بتحط ايدك معنا؟ هيك طلعت مني يا عباس. شو طلعت منك؟ هيك تطلع مني؟ هيك بيطلعوا من الواحد؟ هيك الواحد اكني انا وياك واحد فرد واحد وهيك طلعت مني؟ طول بالك خلص انا هيك بتطلع. بطل الصديق وقت الضيق. لا وقت الضيق بيقولوا الصديق وقت الضيق. طب هلا شو بدك مني؟ لك الضيق الضيق. شو مطلوب مني؟ قل لي شو بدك؟ احكي معها لانه قلبي وجهها وعم تتهمني انه انا عم بظهر عليها. فهمها القصه انه انا المعطله المكنه فوفاش.
عم تشمت فيني يا عباس؟ لا ما عم بشمت فيك بس ان خافشش تسمع. طيب ماشي الحال يا اغنيس. الله بركي هلا بتحكي لك كلمتين بركي اذا نفخنا بوالين بتنخافشش. طيب خليني احكيك كلمتين انا لقلك شغله. هيك عم تحكي معها؟ كيف بدي احكي معها؟ اطلع احكي معها بالسياره هيدي ما وجه اصفر. طيب ماشي الحال مبين عليها فرق ابو كبير. هيدا هلا بيفهم عليك بالفلوبيني. خلص الله يعيني عليك الله يعيني عليك. انا واقف هونيك على الحيط حتى يا ستره. روح روح ما تقول روح. خلص روح عمل لك ما تقول فول لا يصير بالمكيول. لك يخرب بيتك يخرب بيتك ما بيجي منك الا البلا انت. اغنيس خليني احكيك كلمتين من الاخر. ها عباس شوفي قولها انت بتفهم عليها بالفلوبيني. طيب قولها انه جبنا فرقة موسيقية طاقة شرقي بامه وابوه وبتمتري لو لو بتمتري لو لو ولا شيء. لك طيب خلص فهمت حاجة شو بتشربني اياها بالمعلقة؟ يا ريت خلص مخك نيفة نيفة. ايه يخرب بيتك اذا ما اغنيس عجاي داير من دار ولي الحلوين كتار. عجاي داير من دار ولي الحلوين كتار. السمر عيونها حلوة الشقر علي بتغار من بدينا ايه محتار. طب شو بدنا نعمل هلا خالص الزلمة عم يوقف؟ شو حبيبنا؟ اهلين مرتاح على وضعك؟ ايه تمام ماشي الحال خير. لا تفضل تفضل. لوين بدي انزل؟ زاد لوين بدي انزل لمين؟ مع التحري مكتب الاداب الزاد. ولي؟ عفوا 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 ما تواخذنا عفوا على اغنيس لحظة صغيرة. شو في يا خيي؟ ما بتستحي على كبرك؟ ما بتستحي على حالك؟ على شو ما بتستحي على حالك؟ بالاماكن العامة ولو خيي؟ انت وياه قاعدين للمخلوقة هون. لا طول بالك طول بالك. وفلبينية كمان. انت فهمتني غلط روق شوي روق شوي. شو انا فهمتك صح حبيبي ما تقول لي فهمتني غلط. طول شو في يا فندي؟ يا فريد قل له للزلمة. لك شو بلا ذوق بلا اخلاق بالاماكن العامة وبطق الدين الضهر بوسط كل العالم قاعد هون. معلش خليه هو يحكي. عالم عالم بلا اخلاق. بلا اخلاق. عم بقلبك اي بلا اخلاق. فريد طول بالك في سوق تفاهم. طول بالك انا ما خصني هو القصه كلها. انا شفت القصة. انا شفتك فضلوا معي على لك ما هو شو بدي احكي لك من الاول كيف بلش محسب انه التحري ما بيعرف ماشي مين قاعد بالسيارات وعم يختلي بنات العالم. لك شو بدك فيه؟ شو بدي اقول عنه اذا عرف ابوها هلا فلبينيه هاي شو بدي اقول عنها ابوها بالفلبين؟ لك عم ينكر. لك يا افندي روق شوي. لك هو القصه عليه هو كله منه هو. خي انت عم بتخالف القانون وبدك تروح معي تفضل. يا خي ما عم خالف القانون يا فريد احكي لك كلمه مش انت القصه؟ لا ما خصني. ايه شو لابس انت هلا؟ ايه شو لابس؟ بجامه. ايه بجامه هيدي؟ ايه ها شفت شفت؟ يعني كل يوم كل نهار احد بالوط بعمل رياضه كرمال ال كرمال العصايص تاع المخالج تاع الحروف كلها. لك يبليك بيقتلك اي رياضه قل له انك انت صاحب المشكله مش انت صاحب المشكله. ما خصني انا. لا شو ما خصني انا مش انت اللي تلفنت لي يا فريد وقلت لي تعا اترك كل شيء من ايدك وتعا؟ بلا انا. ايه طيب مش انت اللي قلت لي وقفت هون وقلت لي لو بتدق له بتشله بتحط له عندك مشكله مش بلا بلا انا. ايه يعني معناته انت صاحب المشكله؟ لا ما انا. ما تعمل لي فيها انا وما اني فريد. ها بكبوش يلا تفضل حبيبي. لك لو بدك تفضل معي انزلي تفضلي معي. لك لو بدك تنزل سلام معي اقامه. لك يا فريد معك اقامه؟ ايه لا ما معي اقامه. يلا اشحن يلا يلا انزل. لك ليش طلع منا؟ لك يا جماعه والله في شيء كيف الرياضه انا. يلا يلا خليني كفي. واحد اثنين طلوع نزول. حمى الله طلع رايك من اجا هيدا خليك اجنس.